السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن وحبكم جميعا في الله. وحشتونا، بقالنا 3 أو 4 أيام كده ما بنزلش فيديوهات. النهاردة إن شاء الله قلنا هنعمل فيديو فتح عشوش، عشان الحمد لله في تطورات جميلة جدا جدا جدا، والزغاليل الريش بتاعها بدأ يبان وألوان جميلة بسم الله ما شاء الله، وكمان في مفاجآت جميلة قوي هنشوفها داخل العشوش. يلا بينا نفتح العشوش علشان نستمتع بأحلى فيديو يقدم لحضراتكم. يلا بينا نفتح العشوش. عندنا هنا ده الأول عش الكوكتيل، ده اللي كان تحتيه 2، تمام؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا جميل. عايزين بعد اذنكم كده نبص، بص انتوا قافلين قفله يعلم بقى ربنا. بص قاعدين هم وعياله. طيب ايه، انتوا قاعدين على بيضه غالبا، قاعدين على بيضه. ماشي، بص كده من فوق، مش هينفع من فوق. طب نفتح. بسم الله ما شاء الله. بص قاعدين على بيضتين هم، لسه بيضين بيضتين، والزغاليل بتاعتهم كبيره وقاعده ورا. طيب نعمل ايه؟ نطلعهم، ما فيش مشكله. بسم الله، اطلع بعد اذنك. يلا نطلع الاهالي الاول. يلا جميل، اطلع انت كمان. ادي الذكر والنداية، ادي النداية اهي طلعت، وادي الذكر اهو، اطلع. وادي عندنا الزغاليل اهي، استنى بقى نسحب الدرج كده بالزغاليل. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله، دول كالوا الدرج ما شاء الله، كالوا الدرج. طيب بسم الله ما شاء الله. ايه يا عم الزغلول، تعال بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص 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 خلاص. ايه 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 ايه، خلاص خلاص خلاص. والله ما انت، والله ما انت مش حارق. خلاص خلاص يا عم، يا عم صلي على النبي، صلي على النبي. ايه 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 ده، لا يزيد اهو. خلاص خشين خشين. بص شقي جدا. وادي التاني اهو، تعال 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 تعال. ده الزغلول التاني ايزابيل، بس بسم الله ما شاء الله بيعرفوا يطيروا. ده انا اول ما طلعته ايه، خد دوره كده، قعد لف لفه جوه الاوضه. لو ما كانش الاوضه متقفله كان زمانه طار اهو. واو، بص بص منفعل جدا جدا، المصبع ده منفعل على ايزابيل. ايزابيل اهي، ودي نتاق ايزابيل الام. وادي الذكر دخل جوه عمال يدور على البيض بتاعه مش لاقيه. طيب بص يا بطل اهو، انا بس اروق لك الدنيا دي كده. خلاص كده هيخشوا تاني، انا عارف انا عارف ان هم هيخشوا تاني. طيب دول المفروض كبروا على فكره كده، المفروض كبروا، احنا نقطفهم علشان ندي فرصه للاهالي ان هي تبدا تهتم بالبيض بتاعها. هناخدهم، تعالى بسم الله. انت هاديه انت كده كده. الايزابيلي دي بنسبه 90% بيطلع بنات، يعني بتطلع بنوته، بس بسم الله ما شاء الله الجولدن فيها حلو قوي، الاصفر فيها. نحطها هنا مع الزغلوله القديمه، فاكرين دي؟ دي الزغلوله الاصل الثاني، النتايه البيضة والذكر الحبشي. بسم الله ما شاء الله، دي خلاص كده اتقرفت كبرت. وادي كده ايه الزغلوله الثانيه دي، وهنجيب اختها. تعالى يا بطل، ده عصبي جدا ده. خلاص خلاص، على فكره هو طالع ذكر، ده غالبا بنسبه 90% باين كده من سلوكه. بص بص شوف زغلوله عصبي ازاي، ده طالع ذكر ان شاء الله. يلا نعود، شقي جدا يا عم. يا عم اهدى بقى، اهدى. عندنا الذكر الفرنساوي ده، الذكر الفرنساوي ده كان تدريب يدوي، وللاسف لما نيجي جينا نجوزه كذا مره ما نفعش، ما بيتجوزش. واخد على البشره، هو طيب قوي وعليه نغمات جميله قوي، بس للاسف مش بيتجوز بسهوله. فطبعا حطيناه هنا في القفص الفاضي ده، والقفص الفاضي ده اعتبرناه مطار، هنحط فيه كل الزغاليل اللي بتطلع بفضل الله. عندنا دلوقتي 3 زغاليل اهم، دول خلاص جاهزين على الفطام، واي حاجه تاني ان شاء الله تجهز على الفطام هنبدا ننزلها في المطار ده. طبعا حاطين لهم اللب والفلارس والبلكم والميه، وسايبين لهم القفص من غير ارضيه. لو تلاحظوا انا شايل الارضيه بتاعت القفص،
اولا علشان خاطر اي فضلات تنزل تبقى بعيد عنهم، وثانيا عشان ما اخليش الفضلات قريبه منهم. انا دايما اخر دور بالسلاكه، يعني مثلا عندنا دي سلاكه الحمام، ما فيهاش درج، هنا ما فيهاش درج، هنا ما فيهاش درج، اخر دور ده ما بحطش فيه درج خالص. حتى في العصافير نفس النظام، ليه؟ علشان خاطر الدرج الاخير ده انا الحاجه لما بتيجي تقع بتقع في الارضيه، وانا كده كده بكنس الارضيه على طول، فكده كده بشيل باول بنضف اول باول، وفي نفس الوقت بخلي الطيور في تهويه حلوه قوي قوي ليها، بحيث ان تبقى الفضلات بعيد عنها. اما الادوار اللي فوق بقى لا، لازم يكون ليه فيها دراج عشان خاطر ما توقعش فضلات على الجزء اللي تحتيهم. تمام، يبقى كده احنا متفقين اخر دور في السلكات بخليه من غير درج. تمام. هنا بس عشان خاطر يعني عندي امكانيه ان الارض كده كده بنضفها كل يوم، فمش فارقه معايا ان تنزل فيها فضلات. تمام، طيب الحمد لله زي الفل. طبعا الناس اللي بتربي بقى بلكونات او بتربي في شقق، الكلام ده طبعا ما يصحش، ما ينفعش. احنا طبعا في البلكونات او في الغرف او في الريسبشن بنحط اللي هو التلبيسه بتاعت لم القشور دي، جميله جدا جدا، اللي هي قدام حضراتكم دي جميله قوي، بتخلي المكان نظيف ما فيهوش اي قشور. انما لو انت بتربي على سطح في اوضه زي حالتي دي خاصه بتربيه الطيور، وكمان مش مشطبه، فمش فارقه معاك كتير، انت كده كده بتكنس فتكنس بالمره. تمام، عشان بس نبقى واخدين الدنيا فيها ايه. بالنسبه طبعا الكوكتيل لما بيكون تحتيه زغليل فبيبقى الهاتف بتاعه كتير قوي، يعني بص هنا في قش على العسول جاي واقع من الدور اللي فوق، دايما بيوقع من الدور اللي فوق، هادر من القص اللي فوق، طبعا بياكلوا كميه كبيره فيبقى عندهم قشور كتير، فسبحان الخالق. طيب عندنا بقى هنا ده القص الرز الاوبلاين اورنج، ده كان بايض بسم الله ما شاء الله، وربنا يسر لنا الحال، وكل ما بنفتح عليه بنلاقي بايض بيت اكتر. طيب هنشوف النهارده، نفتح عليه ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا احنا حاطين الدراج دي فوق كده، دي الدراج بتاعت الصف اللي تحت اللي احنا شلناها، بحيث ان هي يعني تأمن شويه من الحمام لما بيجي يطلع فوق بيعمل حمام وبتاع، فاحنا حطيناها كده علشان خاطر نحميهم، وعشان خاطر نديهم الامان، وفي نفس الوقت عشان الفضلات بتاعت الحمام ما تنزلش عليهم. هنفتح كده ونقول بسم الله كده، بقى زي الفل، بقى الدلاله 100 100. نفتح كده القش بتاعهم ونقول بسم الله، هم طبعا قاعدين جوه ما بيطلعوش. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه تعجن ايه ده قاعده مش كده على فكره، غالبا في زغاليل مدام قاعده كده. ايوه بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هنا عندهم 6 بيضات وفاس 2 اهو، ولسه الباقي ان شاء الله ربنا ييسر الحال. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك ما شاء الله. الجزء ده كويس بسم الله ما شاء الله، ربنا كريمنا فيه الحمد لله رب العالمين. كان المره اللي فاتت بيض 4 وطلع منهم 2، واحده منهم كبست وطلعت منهم واحده بس. المره دي بسم الله ما شاء الله بيض 6 وفقس 2، ولسه الباقي جاري الفقس. بسم الله ما شاء الله، البيت شكله عمران، بس هي لما جت بضت البيت دوت بضيته على فترات متباعده، فبالتالي هتلاقي عندنا حاجات كبيره وحاجات صغيره، بس مفيش مشكله عادي هنتعامل برضه، وهنشرح ازاي هنتعامل مع الحاجات اللي بتطلع حاجات كبيره وحاجات صغيره مع الفروخ. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيدوا بقى. بس بسم الله ما شاء الله الجوز زي الفل، بسم الله ما شاء الله اهو. بس خلاص خلاص خلاص، هو طبعا خايف مني مرعوب، انا جيت طلعته. طيب بالنسبه للعقد طبعا الاكل، احنا حاطين اللب البلكم والفلاريس اللي هي الخلطه بتاعت بنذكر عليها شوفان ونايجر وحبوب طاقه، الخلطه الجميله قوي قوي اللي هي صورتها قدام حضراتكم دي احسن خلطه انا بحطها بفضل الله للعصافير بتاعتي، جايب معاهم نتيجه ممتازه. الخلطه دي جميله قوي قوي، حبيتها حلوه، فيها بلكم امريكي الحبيه التخينه، فلاريس، شوفان، نايجر، فواكه مجففه، حبوب طاقه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تمام، طبعا احنا بالنسبه يا جماعه انا دايما مخلي عندي مستر ميكس وعندي كابري، الاثنين دول انا دايما مخليهم عندي، وطبعا ال 21 انا عندي الثلاثه دول بسم الله ما شاء الله شغال فيهم، ممتازين بفضل الله في التاكيل اليدوي، دايما لازم يكون عندك اهو، دايما لازم يكون عندك بفضل الله موجود ده باستمرار، لو حصل لاي لا قدر الله اي حاجه عندنا مثلا فروخ كبيره فروخ صغيره نبدا نتدخل احنا يدوي، ممكن تتدخل يدوي بس مساعده مع الاهالي. تمام، مساعده مع الاهالي، وممكن تاخدهم خالص وتبدا تربيهم انت تاكلهم يدوي، يبقى حاجه خاصه بيك انت، يبعدهم خالص عن الاهالي. بس طبعا يفضل لو انت بتساعد، يعني الاهالي بتاكل بس مثلا في جوز مظلوم ولا فرد مظلوم ولا حاجه، احنا ممكن نساعد مع الاهالي ناكل وجبه واحده ونحطه مع الاهالي تاني. اما لو حضرتك حابب بقى تاكل يدوي صرف، يعني تدرب العصفور وتخليه ياخد عليك، لا انت بتقطفه خالص من عند الاهالي بسن صغير 15 يوم، وبتبدا تعتمد على التاكيل اليدوي. احسن تاكيل يدوي 2 مصريين، كابري ومستر ميكس،
احسن تاكيل يدوي مستورد اللي 21 يعني بدون فصال، تمام؟ طبعا بس في اختلاف ما بين الحاجات المصري وما بين الحاجات المستورده، اختلاف جامد، وكمان برضو فيها اختلاف جامد في المنتج ذات نفسه. بس انا جربت مستر ميكس وجربت كابري زي الفل، شغالين معايا زي الفل، وجربت ايه 21 لقيته ممتاز، بس عشان هو غالي قوي فخليناه كتاكيل يدوي علاجي، يعني مثلا فرد تعبان او هزيل او فرد مريض واحنا بنعالجه بنديله ايه 21. اما لو فرد سليم صغير، فرد صغير وعايزين ناكله عادي، ممكن ناكله كابري او مستر ميكس، تمام؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا عندنا الجوز ده احنا عملنا معاه حاجات كتير قوي، بس احنا الحمد لله صابرين وبالنا طويل. ده اللي هو ايه اللاين اورنج اللي جاب عندنا عيش وبعد كده ريح اهو. بسم الله ما شاء الله، احنا حاطين له نقنيه تاني وبدا هو يظبط، بس لسه ما بصش بقى. يوم السعادة يا رب. على فكرة دي غالبا بنسبة كبيرة دي كده بتحضر عنقود بيض جديد، ما دام اتأخرت قوي كده ده عنقود بيض جديد، إن شاء الله خيرا، ربنا ييسر الحال. طبعا يعني بالمرة كده أهو ده تريكو سوبر بلس. ده أحسن حاجة أنا بستخدمها للكانكر اللي هو المرض الفطري، جميل قوي قوي. للحمام ممتاز، لان الحمام طائر دايما بيجي له كانكر بخلاف النظر عن العصافير، العصافير ما بتجيلهاش المرض ده قوي. يعني بص بسم الله ما شاء الله عندنا حمام تحفيزه غليل اهو وبايض، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تحفيزه غليل وبايض، اللي ده هي بايض اهو رقده وجنبها زغلول متطفل مش عايز يسيب السرير خالص، وادي واحد تاني طلع بره، بسم الله ما شاء الله، احجام جميله جدا جدا، اللهم زيد وبارك. طبعا السوبر بلس التريكو سوبر بلس ده حاجه جميله جدا، منتج من شركة الهلال، ممتاز 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 للكنكر والفطريات، ممتاز جدا جدا. بناخد منه سنتي او 2 سنتي على اللتر، بنحطه للحمام زي الفل. ولما يكون عندي مثلا عصافير فأسة وممكن احس ان النتايه مثلا حوالين عينيها كده زي تحس ان ريش مبلول، دي بتبقى فطريات حوالين بقها في فطريات، بحط منه برضو على الميه بتاعت العصافير، ممتاز جدا جدا، بيجيب نتيجه ممتازه. بنحط لمده 3 4 ايام بيخلص طيور من الفطريات اللي فيها. طبعا مرض الفطره زي ما قلت لحضراتكم بيجي اكتر للحمام وبالعصافير نادرا لما بيجي، تمام؟ بس منتج حلو ورخيص على فكره وبيجيب معانا نتيجه ممتازه. انا بفضل اي حد شغال في تربيه طيور او الحمام يستخدم اللي هو تريكو بلس. طبعا هنا منظر جميل اللي هو التناغم ما بين الحمام والعصافير، ده زغلول بسم الله ما شاء الله واكل، ده زغلول زاجل، بص صدره بسم الله ما شاء الله عامل ازاي واكل، يعني ايه شبعان اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. زغلول زاجل مستوى جميل جدا جدا، طبعا الاهالي بتاعته شهادات بسم الله ما شاء الله، فبما ان احنا بنربي فالربي حاجه حلوه، تمام؟ بنربي حاجه مؤصله، تمام؟ طيب بسم الله ما شاء الله، واقف في ايه بقى؟ واقف على على قص انجليزي، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. القص الانجليزي ده اول شغل ليه اهو، بسم الله ما شاء الله، النساء مستواها جميل، ده الخضرة دي مستواها جميل، والذكر بسم الله ما شاء الله اللي هو الاسبنج اللي فاتح ده اللي هو وشه جولدن، فان شاء الله ربنا ان شاء الله يرزقنا خيرهم. والحمام يعني الفرد الزغلول ده مسيطر على القفص بتاع الانجليزي ده، هو دايما واقف عليه اهو، بسم الله ما شاء الله، ده طار وده اخوه، اخوه كان واقف جنبه، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. واو وادي الفرد الثاني طار اهو، بص واقف فين؟ ايه يا بطل؟ اهو ده انت مع نفسك انت. ده طبعا عشان خاطر حبيبنا المبتدئين، ده الخزان اللي بينزل ميه لكل الحمام ده اهو، بينزل مثلا لهنا 6 عيون وبينزل هنا 6 عيون، ادي 12 عين، تمام؟ 12 عين دول معمولين على الخزان ده، على الجردن، عن طريق ايه؟ عن طريق الخراطيم دي كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. فمسهل جدا جدا، بدل ما بحط ميه ل 12 عين، لا انا بحب املا الجردل الميه، والميه بتروح اوتوماتيك في المزق، والمزق ديت بينزل فيها الميه، واول ما بتخلص هي فيها سيستم، اول ما الميه بتتملي بتنزل فبتقفل الميه، اول ما الميه ديت بتخف لما الحمام يجي يشربها بتترفع، فالميه بتبدا تنزل تاني، شغل اوتوماتيك، حاجه حلوه قوي، جميله قوي، ممتازه. لما يكون جزء كده في زغليل انت ما بتبقاش قلقان من وضع الميه ليه كل شويه، لا الميه موجوده على طول، انت بس بتحط له الكلفه بتاعته زي الفل، وزي ما احنا ما اتفقنا ان الحمام بنقشط له بنحط له اكل مره واحده في اليوم، انما اللي تحتيه زغليل ده ممكن نحط له مرتين علشان ده تحتيه زغليل وبياكل، تمام؟ نهتم قوي بالحاجه دي. بالنسبه للعصافير عايزين نفتح العش بتاع العصافير الجزء بتاعنا المميز، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هو انا احنا بسم الله ما شاء الله، انا حاسس ان الجزء ده مع الانتاج بسم الله ما شاء الله، يعني تربع خمس عش ده ليه، هو اصلا جودته حلوه، العصافير بتحلو مع الانتاج، العصافير بتحلو، بسم الله ما شاء الله. نفتح كده نقول بسم الله،
بسم الله ما شاء الله اللهم اجد وبارك. يا جمال يا جمال ايه يا جميل، تعالى كده تعالى وريني تعالى وريني، خد 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 تعالى. بسم الله ما شاء الله. هنا جايبين ثلاثه مع ان كان بتاع فيهم بيت كتير، بس للاسف في حبه حاجات كده راحت، وفي هنا ده طلعت له كريست، وهنا في واحد طالع له فلل. بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. وفي ده واحد ده لسه ما طلعليش حاجه خالص، لسه الريش مبانش. بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. خش يا بطل خش 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 خش، اقلب اعدل. بسم الله ما شاء الله. خد شوف خد دخل قبل الدور ده، خش تعال خش تعال، هيبهدلوا الدنيا. تعال تعال يا شقي، خلي بالك اول انت بتدخل الدرج ممكن واحد يجري، فانت داخل قبل هو يخش قبل الدرج، انت هتتعصب الدرج بتاعه اهو. تمام بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. عندنا هنا بسم الله ما شاء الله في حاجات بيضة بس لسه ما فقستش، وفي حاجات جاهزه. عندنا هنا اليمام الماسي ده باض، بسم الله ما شاء الله اليمام الماسي بايض وقاعد راقد. بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. عندنا الجزء التحتي ده دم انت قاعد جاهز العش شويه وبعد كده ريح ما كملش. عندنا هنا ده بسم الله ما شاء الله نفس النظام برضو، جايب بيضتين والبيضتين باظوا اترموا ولسه هيعمل عش جديد. بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك. الحمام الماسي اليمام الماسي صوته جميل قوي، بسم الله ما شاء الله. من الطيور اللي هي ما بتحتاجش، بسم الله ما شاء الله، من الطيور اللي هي ما بتحتاجش عش وشغل ودبكه وكلام من ده، لا ده ممكن في اكاله بيقعد يرقد، يعني شايف الاثنين قاعدين في اكاله الاكل اللي هي الاكاله المربعه، حجمه صغير ولكن صوته متعه متعه. اليمام الماسي من احسن انواع طيور الزينه في الصوت، صوته بسم الله ما شاء الله قريب قوي من صوت الناي، وان شاء الله برضو هحاول يعني اسجل الصوت وانزله، مش هيبقى كلام بس عايز كمان حضرتكم تسمعه، بس هو للاسف طبعا بيخاف لما يكون في تصوير ولا حاجه بيخاف ما بيطلعش صوت، بس صوته روعه روعه روعه. بسم الله ما شاء الله اللهم اجد وبارك. تمام عندنا ايه تاني؟ ذكر الباستل اللي هو معاه نتاية البينو ده اهو، هم دلوقتي بيجهزوا عش جديد بسم الله ما شاء الله، وطبعا الزغلوله اللي طلعوها اللي هي نتاية باستل برضو اهي، طبعا احنا دي طلعناها في المطار واتكلمنا عليها في اول الفيديو واقف على جنب. تمام هم كده بيعملوا عش جديد، فان شاء الله ربنا يرزقنا منهم خير. واحنا كنا عاملين لهم خلطه جميله قوي للجزء اللي هو الاوبلاين اورنج اللي هو فقس ده، كان فيه هنا اهو خلطه اللي احنا عملناها اللي هي عباره عن فول بسله ذره صفراء ذره عويجه عدس بجبه قمح، كل ده كان مخلوط على بعضه وبندي له غلوتين، وبعد كده بنبدا نحط عليه اي مكمل غذائي زي الزيت او البريد ماكس، وبعد كده بنبدا نقدمه. ده الهادر تاني يوم بص بيبقى عباره عن شويه قشور كلوه بسم الله ما شاء الله كلوه كله، وبيبقى شويه قشور، القشور اللي هي بتاعت القمح والفول والحاجات دي بتبقى موجوده ليه تاني يوم. طبعا ده بنتخلص منه، وبعد كده فيها اكله تاني بنقدمها برضك اللي هي دي، ده عباره عن بريد ماكس وباتيه بنحطه على بعض، ده برضك بنقدمها بسم الله ما شاء الله. الاكله جميله وما بتبصي، وطبعا بما ان هي ما فيهاش ميه فممكن تقعد قدامهم كذا يوم، اما الاكل اللي هو المستنبت او الاكل اللي احنا بنديله غلوه او اتنين ده بنسيبه ممكن 24 ساعه بالكتير، وبعد كده بلاقي قشور بنرميها. تمام انما اي اكل طري في العموم منفعل ما تقدموش اكتر من 24 ساعه ما عدا الباتيهات والحاجات اللي هي جايه جاهزه من بره، الباتيه والبيض المجفف والحاجات دي ممكن تقعد قدامهم بالاسبوع عادي ما بتبصي، هي مجهزه ان هي تبقى قاعده قدام العصافير ما بتبصي. تمام عشان الفيديو ما يطولش علينا اكتر من كده، نقول الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. تحياتي لكم وإن احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.